هي تيرا متداخلة بعموم التفكير في اللامساواة بين أشكال الحياة الإنسانية، الواقع بين الطبيعة والإنسانية في منتصف الطريق بين بيريك وأدورنو. اقترح ديدي فاسان النظر في حياة البشر وفق المتغير التقييم الممنوح له من البيئة الاجتماعية، ثم يتم استبدال أخلاق الرحمة بالمطالبة بالعدالة. الحياة مشكلة قديمة أعيد تعريفها في الفلسفة المعاصرة من قبل مؤلفين مثل هانا آرنت وجورج كونغوليم وميشيل فوكو أو أغامبن بقدر ما جورجينو أغامبن بقدر ما أعيد تعريفه بواسطة الأنثروبولوجيا التي تتعامل مع هذا السؤال من خلال حشد منهجيات مختلفة. وقدم ديدي فاسان في مقدمته وجهة نظر تركيبي لهذا التكوين المعرفي المميز بالتوتر بين مفهومين للحياة ينظر إليهما، إما على أنهما ظاهرة بيولوجية تجلب الإنسان إلى مجموعة كبيرة من الكائنات الحية، أو كظاهرة تتعلق بالسيرة الذاتية تصور الإنسان على أنه كائن حي استثنائي من حيث أنه قادر على الوعي واللغة، في حين أن الفلاسفة القدامى والكلاسيكيين أرسطو لايبنيتز ديكارت كانت يقتربون من هذه الأبعاد من إطار مشترك. يبدو أن المنهج الثنائي التفرع ساد منذ القرن 19 لاسيما في العلوم الاجتماعية، يهتم عمل دراسات العلوم والتكنولوجيا بالأحياء بينما ينظر الآخرون إلى الوجود البشري كما يعيشه الإنسان، يعملون مثل الحياة في منطقة هجر بقلم مواطنون بيولوجيين معرضون للحياة، يعني يحاولون بالتأكيد الجمع بين مقاربتين تم وصفهما بأنه مقاربة طبيعية ومقاربة إنسانية، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتطوير منهجية قادرة على فهم ظاهرة في وجهها طبيعي ولكن في مضمونها اجتماعي. يؤكد فانسون على طابع الذي لا يمكن الاستغناء عنه للمسوحات التجريبية لاستكشافات السياقات الملموسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإنسان التي تتكشف فيها حياة الإنسان من خلال وضع نفسه تحت رعاية بيريك أو أدورنو. في أن عالم أنثروبولوجيا هذا الذي تدرب لأول مرة في الطب يطور وجهة نظر من المسوحات الميدانية التي أجراها في جنوب أفريقيا وفي فرنسا بين السكان البدو والروح المصطلح عام للمهاجرين واللاجئين وطالب اللجوء، يشير إلى نمط الحياة للتوظيف لبناء عمل مثل اللغز وهو جهاز لالتقاط الواقع، كما حيث تسلط كل قطعة الضوء على التفاصيل التي اعتمد معناها على الكل الذي يساهم في صنعه. والمثل في أن الحالات التي درسها تهدف إلى زيادة الكونية والعمومية للظاهرة في لسنتج استخلاصات عامة حول الظاهرة الجزئية لازم من خلال الحوار مع الفلاسفة، وخاصة العنوان الفرعي هو تعليمات نقدية وهو تكريم مدرسة فرانكفورت الاجتماعية، ولسيما الإيتيقة الصغرى مقال عن الحياة المشوهة لأدورنو وكتاب يضع فيه بغض النظر عن الظروف ويجمع فيه مجموعة محاضرات التي ألقيت في مدرسة فرانكفورت. فإن البعد النقدي للمدرسة الفكرية الألمانية يقع في قلب العمل الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الفضيحة السياسية بقدر النظرية الفكرية لعدم مساواة الحياة البشرية وأكثره حرمان من كونه عرضة للإقصاء والاغتراب أكثر من غيره. اقترح الكاتب تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال إعادة صياغة الأسئلة المتعلقة بالوجود البشري. السؤال الذي يطرح هو كيف نعيش وما هي القيمة التي نعطيها للحياة البشرية كمفهوم مجرد، ومرة أخرى ما هو تقييمنا لحياة البشر باعتبار حقائق ملموسة. إن أي انحراف أي تناقض بين تقدير الحياة بشكل عام وسلوك بعض الأرواح خاصة يصبح ذا أهمية للتوترات في الاقتصاد الإيتيقي للحياة في المجتمعات المعاصرة. أصالة المنهج المعتمد هي تحديد كيف يحدد الاقتصاد الأخلاقي للحياة الإجراءات الفردية والجماعية من خلال تأكيد على التكامل بين الخيارات الفلسفية والأنثروبولوجية دون إجبار المرأة على الاختيار بينهما. يتم نشر الحجة حول ثلاث مفاهيم رئيسية: أشكال الحياة وإيتيقة الحياة وسياسة الحياة، والتي تعمل كمدخلات تجريبية ربما تقدم كل منها حقيقة أنثروبولوجية عن الحياة. في نهاية هذه الرحلة الاستنتاج هو أن التقييم الفعال للحياة يتناقض مع التقييم المجرد لها، حيث أننا نعطي الوجود الإنساني معادل النقدي المتغير وفقا للفئات الاجتماعية، وأننا نعتبر أن البعض يستحق أقل من البعض الآخر للحياة. لكن حدث ترحال قسري كشكل من أشكال الحياة عندما تتقاطع الأنثروبولوجيا والفلسفة تحدد فكرة أشكال الحياة فضاء معرفيين أساسيين للتفكير المعاصر يتقاطع مع الانقسام الذي أتينا عليه. من قراءة فيتغنشتاين على نطاق أوسع الخيارات الأنثروبولوجية يمكن النظر إلى هذه الأشكال من منظور طبيعي أو إنساني اعتمادا على ما إذا كان يعتقد أنها تحدد سياقات ثقافية عالمية أو خاصة. إعادة قراءة
كونجيليم وأجامبن يعقد هذه البيتين باتباع خط توتر ثلاثي تخطى مفهوم شكل الحياة عالمي وخاص وبيولوجي سيرة ذاتية تدريب قانون. ولإعطاء مثال على ذلك اقترح المؤلف إجراء تحقيق في شكل من أشكال الحياة يطار تخيل المجتمعات المعاصرة. الروح غير المستقرين العابر الأوطان اللاجئون المهجرون أو طالب اللجوء أو الأجانب غير الشرعيين. يعني تم إجراء التحقيق في غابة كالية بين اللاجئين الشباب من سوريا أو أثبتت جنوب أفريقيا مع نساء مهاجرات من أصل زيمبابوي أنه على الرغم من الاختلافات فإن هؤلاء الأشخاص يشتركون في نفس شكل الحياة. هذا هو شكل الحياة الأجانب المتجولين. حتى لو تم تحديد الأوضاع القانونية المختلفة رسميا طالب اللجوء والمهاجرون وغير الموظفين ليس لهم أوراق، إن الشهادات التي تم تجميعها تكشف عن سمات مشتركة تحدد ملامح الحياة الضعيفة الهشة وعتوبة وغير مستقرة التي تشترك يعني في تجارب مثل الاضطهاد والنقص في البلدان الأصلية والاختلالات البيروقراطية والفساد والعنف في البلدان النظيفة. تعبر قصص الحياة عن كيفية تحدد القلق اليومي بشأن بقاء الجسم البيولوجي مع طرق جديدة للتنشئة الاجتماعية سواء داخل المجموعات البدوية أو في العلاقات المزورة مع المجتمعات النظيفة. أدب الحياة وتقديرك خيرا أسمي يتم استخدام نفس الطريقة لإعادة تعريف مفهوم من خلال مواجهته بالحالة التجريبية للتفكير في مسألة الأخلاق. بدلا من التساؤل عن ماهية الحياة الجيدة يتساءل يعني المؤلف كيف أصبحت الحياة هي الخير الأسمى في المجتمعات المعاصرة من أجل عدم البقاء محاصرين في التناقض بين أنثروبولوجيا النظام الأخلاقية وأنثروبولوجيا الذوات الأخلاقية. اقترح دراسة الأسئلة الأخلاقية والقضايا الإيثيقية بشكل ملموس والانتقال من التفكير في الحياة الأخلاقية لتأمل في إيثيقا الحياة أي الديناميكيات التاريخية والاجتماعية السياسية التي تشارك بشكل ملموس في تقييم حياة الناس. اكشف التحليل المقارن لتسوية أوضاع المرضى الأجانب وعلاجهم وخاصة إما في فرنسا أو جنوب أفريقيا عن توتر قائم بين بعدين للحياة أحدهما اجتماعي وسياسي والآخر مادي وبيولوجي والثاني يميل أكثر فأكثر وغالبا للتغلب على الأول. حقيقة أن معدل الاعتراف بوضع اللاجئين قد ارتفع في غضون عقود قليلة من 90% إلى 10% أو قد انخفض، في حين أن عدد الأشخاص الذين تم تنظيمهم لأسباب إنسانية قد زاد بشكل كبير وصل إلى 8000 شخص في عام 2005. يشير أنه حدث تحول في إيثيقا الحياة تنخفض قيمة الحياة كحقيقة اجتماعية وسياسية بينما تزداد قيمة الحياة كحقيقة طبيعية وبيولوجية. في جنوب أفريقيا يواجه الوضع المأساوي لوباء الإيدز وصعوبة توفير العلاج جميع السكان إيثيقا الحياة أخلاقية النشطاء والأطباء الذين تهمهم كل حياة وأخلاق أولئك الذين المسؤولين عن الصحة العامة الذين يبذلون جهدا كبيرا لبناء نظام طبي فعال وإعطاء أهمية كبرى للصالح العام بدلا من المنفعة الفردية. كانت الضرورة النهائية بالنسبة للبعض تأكيد قيمة كل حياة وبالنسبة للآخرين دفاع عن المساواة بين جميع الأرواح، إن اختيار إتاحة الأدوية للجميع دون أي أن يضمن على مستوى النظام العام متابعة العلاجات المقدمة يثبت أن هذا هو الخيار الأول الذي قد سيدة وسيطر، وهكذا يتم تسليط الأضواء على سمة مميزة للعلم المعاصر شرعية بيولوجية الاعتراف بالحياة باعتبارها صالحة الأعلى باسمها. يمكن في الحالة الأخيرة تبرير أي فعل لفهم الينابيع بشكل أفضل يعكس تشريع أعمال يعني هؤلاء. كيف يمكن أن تصبح الحياة أي يمكن ينسحب في بعض الحالات سلاحا؟ هناك اختتام بتحديد الطفرات في العمل في المجتمعات الحالية. المواطنة البيولوجية تقيد فضاء الحقوق الاجتماعية والأهمية المتزايدة الممنوحة للحياة المادية كثير ما تكون مصحوبة بتدور في الحياة وفي أهمية الحياة السياسية وشرعية الطوارئ الإنسانية تقلل من قوة المطالبة بالعدالة الاجتماعية. لذلك هناك وضوح للتبرير لإنقاذ الأرواح يجعل معنى التضحية بحياة المرء من أجل قضية غير واردة. نأتي الآن إلى سياسة الحياة والمعاملة غير المتكافئة لحياة البشر. يتمثل التحدي في استكشاف الفجوات وحتى التوترات بين القيم التي تدافع عنها إيثيقا الحياة الجديدة والتقييم الملموس لحياة الإنسان في سياسات الحياة. يهدف هذا التعبير إلى تمييز النفس عن الأساليب المتبعة في أعقاب السياسة الحيوية بيوبوليتيك، وهي فكرة فوكو انتقدها الجميع وخاصة بعد وضع معايير أكثر أو أقل وضوع والتي تنظم عن نطاق المجتمعات والأنظمة التي يصبح فيها عدم المساواة مقبول بل وحتى طبيعيين وكأنها تتبع سياسة الانتقاء الطبيعي. يوضح تفسير الأنساب كيف جاءت قيمة الحياة منها من تلم المقنعة للغاية مكرسة لسعر الحياة وإنشاء أنظمة تتكافئ بين الوجود البشري والقيم النقدية في مخططات التأمين أو المؤسسات التي
توزع تعويضات على فئات مختلفة من الضحايا. يكشف المنهج الإثنوغرافي عن التسلسل الهرمي الأخلاقي في العمل في تقييم حياة الناس. صفحات جميلة مكرسة الموت الاجتماعي متوسط العمر المتوقع توضح أن التعامل مع الحياة الفردية يفترض دائما تنظيما اقتصاديا وسياسيا أوسع بشكل متماثل. يجب أن تجعل قراءة الأحصاءات دائما من الممكن فك رموز المعاناة التي يتألم منها بعض السكان الذي يتم التعامل معهم بشكل غير متساوي، ويكون مصيرهم مخصص للسكان يعني يشكل يعني مثالا مثيرا. الآن وكأننا أمام مشروع مستحيل لأنظر بروج الحياة. في الختام يتم التأكيد على الرغبة في كتاب الدليل المستخدم حسب من المرجح أن يواجه الإجراء أن النظر إلى الحياة من منظور عدم المساواة يوفر بالتالي وضوحا جديدا لعالم الاجتماع، ولكن أيضا إمكانية جديدة للتدخل أو في التدخل أنه يسمح لنا بالانتقال من التعبير عن التعاطف إلى الاعتراف بالظلم على المستوى النظري. يعد هذا المبحث سهما حسما في مجال أنثروبولوجيا الحياة التي تعتبر مصطلحات سلبية للغاية لوصف مثل هذا المشروع المقارن الذي سيكون في نفس الوقت غير محتمل. أقوم عليه بالفشل باختصار مشروع مستحيل فقط. مع ذلك يشهد عمله على هذا العمل على أهمية التحقيقات التي تؤسس الروابط بين المفاهيم التي لدى البشر عن الحياة، مفاهيم عن الغير البشري وسياقات الاجتماعية والتاريخية والسياسية. في هذا المسار يبدو أن من المشروع تماما دون الانغماس في النزعة الثقافية مقارنة مفاهيم الحياة السائدة في المجتمعات المتميزة للغاية الغربية وغير الغربية التقليدية وغير التقليدية. يمكننا بالتأكيد أن نتفق مع المؤلف في الحكم على عدم كيفية مشاريع أنثروبولوجيا الحياة المستوحاة من الفيمينولوجيا، ولكن ثروة المصطلحات الأنثروبولوجية التي على وجه التحديد تحاول ربط نظرية الحياة بالمنظومات الاجتماعية والتقنية والسياسية يبدو أنها من المشروع تماما الانخراط في مشروع الأنثروبولوجيا الاجتماعية للحياة، مع دعوة مقارنة في الحوار الذي يجب أن يقام بين العمل الذي يتم إجراءه حول أشكال الحياة وسياسات الحياة البيوبوليتيك. من الضروري إذن تفعيل التحقيقات التي تجرى في المجتمعات التقليدية لتحقيق فوائد مثل هذه المقاربة ذات شقين. من ناحية تعلم كيف يتم تصور الحقائق التجريبية التي تغطي مفاهيم أشكال الحياة وأخلاقيات الحياة وسياسة الحياة خارج الثقافة الغربية ضمن منظمات اجتماعية متميزة للغاية، الأمر الذي يؤدي إلى التفكير في الطريقة التي تفهم بها ظاهر معقد مثل الحياة من المفاهيم غير الغربية وفي المجتمعات غير الغربية وخاصة الشرقية والجنوبية. من ناحية أخرى من منظور أكثر ديناميكية وتاريخية، فإن مجيئة تنوع نظريات الحياة والسياقات الاجتماعية والسياسية تساعد على فهم أن البيت والروح لا يعاملون فقط بشكل غير عادل، إنهم أناس يختبرون في أجسادهم طرق مختلفة لتصور حياتهم الفردية في تعددية المنظمات الاجتماعية التي تعلمون العيش فيها. إذن هذه مداخلاتنا حول اللامساواة بين أشكال الحياة الإنسانية. فلنقف مكتوف الأيدي أمام هذه اللامساواة أم ينبغي علينا أن نتبع نتيق الحياة وندعو إلى العدالة بين الناس في توفير شكل حياة لائق وكريم وربما على المستوى العلاجي والطبي؟ شكرا جزيلا، أرجو أن تكون الفائدة قد حصلت. إلى اللقاء في المداخلة القادمة.